هكذا مشاهدينا في كل مكان أشواطنا مستمرة بعدما أيضا تابعنا الكثير والكثير من الأداء الجميل في هذه اللحظات. ينطلق الشوط 11 وخاص بالبكار الانطلاق أمامكم على الشاشة ولمسات الهواري واضحة. تحية لبطلعت وكل الإخوة الفنيين. نعود مشاهدينا لهذا الشوط ونلحق بالمقدمة ونوافيكم بتفاصيل كاملة. شوط خاص كما ذكرنا بالبكار. الآن نلحق بالصدارة ونرى هناك اللي في المقدمة اللي في المركز الأول كما نتابع الشعارات نتابع هذه البكار المتسللة من البداية. الصدارة وين؟ الصدارة مع المركز الأول هناك لهادف من حمد بن عفصان المنصوري. يا السلام خلونا نتأكد ونعم وناخذ المركز الأول اللي غيرت الآن اللي غيرت الشاهينية للسيد سعيد بن سالم بن دربش العامري. يا السلام يا السلام يا بن دربش أداء جميل وهناك الأداء المميز الآخر. نعود للمركز الثاني المركز الثاني الدخول والوصول والقدوم من قبل مشاهدينا التي وصلت هكذا هكذا وهكذا وصلت مبارك بن شعفان بن عبيد العامري ومن الجانب الآخر الدخول الدخول من الناحية الأخرى والوصول والقدوم من قبل لولو لحجي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي من اعتلت الصدارة في هذا الأداء مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم. نعود ونتابع الدخول والقدوم من قبل البداية بداية ونحن حتى اللحظات في البداية رغش بن حمد بن خيرات العامري من يقود ومن يضمر بداية الهمال بداية المركز. هناك الدخول بعدما شفنا المركز الأول نتابع المركز الثاني هناك بعد اختلط الحابل بن نابل وصلت هناك اللي الشاهينية لعبد الله بن علي بن سعيد الاكتبي في المركز الثاني مباشرة. أرى هناك المركز الثالث والدخول والقدوم من قبل مشاهدينا هكذا لمبارك بن شعفان بن عبيد العامري وهنا أيضا القدوم الآخر من القدوم من قبل مشاهدين الشاهينية لسعيد بن سالم بن دربش العامري ووصلت المركز الخامس. هنا شعار آخر يتدخل في هذه اللحظات من خلال الخفيفة لغصاب بن مصبح راعي الطير العامري المصانع الجنوبية الله ووصول آخر وقدوم مشاهدين في كل مكان التي وصلت في هذه الفلك لمحمد بن راشد بن سالم الغيث غيلاني وصل مع فلك الله. ومن الناحية الأخرى أيضا دخول من قبل الشاهينية لهلال بن صوايح بن سيف الاكتبي. نعود للصدارة. الله شوف الفاجاتنا شوف القدوم في المقدمة شوف الأداء الذي مع هكذا وهكذا الركض وهكذا الركض واسمها هكذا ومالك هكذا مشاهدين مبارك بن شعفان بن عبيد العامري. والمركز الثاني القدوم من قبل الشاهينية لعبد الله بن علي بن سعيد الاكتبي. الله شوف التسلل من عمق الميدان التي وصلتنا بقوة مشاهدينا متواجدة. الله على الشوط علي بن يهويل بن مهدي العامر مع أسرار في المركز ولكن التي وصلت هذه اللحظات كما نتابع المركز الثاني المركز الأول. نعم هي غاية الشوط. الله قيادة جميلة وأسرار وعلي بن يهويل الله بن مهدي الله أسرار لعلي بن يهويل بن مهدي العامر من قاد الشوط من انتزعت الصدارة من قادرت الله تبا بالفعل الانقضاض القوي وها هي تنفرد وتصبح بدون منافس على الإطلاق. هي مفاجأة هذا الشوط. تهانينا لمالك أسرار وإلى أسرار وعلي بن يهويل بن مهدي العامر لك التحية على الاندفاع بدون منافس. المركز الثاني وصول من هكذا لمبارك بن شعفان بن عبيد العامري. والمركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث كان وصول من قبل الشاهينية لعبد الله بن علي بن سعيد الاكتبي. والمركز الرابع المركز الرابع شقرة لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي. والمركز الخامس المركز الخامس كان وصول من المنامة لسالم بن سعيد بن منان الاكتبي. هذه النتيجة وهكذا شعار بالحويل. نعم شعار
بالحويل. نعم هناك لو التحية بالحويل على 4:29 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك أسرار، أسرار قدمت أداء علي بالحويل. نعم علي بالحويل بن مهدي العامر يا بالحويل لك التحية. المركز الثاني 4 دقائق. المركز الثاني، المركز الثاني 4:29 وجزئين، وهذا المركز الأول، هذا المركز الأول. نعم هذا شعار بكر بن الحويل، نتابع مع أسامة الهواري مخرجنا المتألق. المركز الثاني كان أداء جميل، هكذا لمبارك بن شعفان بن عبيد العامري، قطعت المسافة 4:32 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث كان أيضا أداء ممتاز للقاية عبد الله بن علي بن سعيد الاكتبي الشاهينية، 4:33 وجزئين من الثانية. وبالفعل هكذا يا بن شعفان والناموس، ولشوط آخر نتواصل.